اهم حاجه ما اتخطبتش قبل كده. انا بس عايزه انام. تضربني انا؟ انت عايزه بيتك يتخرب. يا ابسط حقوقي. مش كفايه انا شايله كل حاجه لوحدي. ايه اللي حصل؟ انت عايزه تضربي ربنا. هو وشها وحش على ابني. ماشي، عارفة ان انا شاطرة في شغلي واني باخد عليه فلوس، بس لا مش ده اللي انا بدور عليه. خليك انت هنا، انت مهم اه، بس في حاجة اهم انا بدور عليها. ماشي، دي مهنة مهمة ومفيدة طبعا للعالم، بس لا انا حاسة اني بدور على حاجة تانية. لا 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 هشوف. يا ربي، ده انت اتدفنت من كتر الحاجات اللي اتراكمت فوقيك. تصدق تقريبا انت اللي انا بدور عليه. فين ايام زمان ما كنت بتسحل فيك لغايه ما اخلصك؟ انا كنت بخلص فيك فصول في ليله واحده. يعني انت بقالك ساعه سايبه كل اللي وراكي عشان دي؟ فنانة في تضيع الوقت في حاجات ملهاش لازمة. ملهاش لازمة؟ ده هي دي الحاجة اللي بتخليني أقدر أعمل الحاجات اللي ورايا بطاقة. ده شغفي القديم اللي اتنسى من كتر المسؤوليات. شغف؟ تاني الموضة دي؟ يا رب ارحمنا من علم النفس اللي جنن الناس. هلأ مرات كتير مثل ما شفنا إنه الست قاعدة بتدور على الأشياء أو بتدور على شغفها. كلمة شغف بالوقت الأخير كتير كتير صارت متداولة وشائعة على لسان الكبير والصغير. شغف يعني أنا بعمل الأشياء اللي بتعطيني طاقة وحماس وبنجذب للأشياء المهتم فيها أو مهتمة فيها بس، وكأني الشغف هو المحفز. تعالوا نقول كيف منكتشف شغفنا لو أنا ما بعرف أو مش عارفة هو شغفي إيه. منكتشف الشغف تبعنا إنه أنا شو الأشياء أو الأنشطة اللي بعملها بطاقة وبحماس وما بمل منها وعلى طول منجذبة لإلها، ودايماً بدور على بشعر بالاستمتاع بالفرح بالبهجة. بقول أنا بحقق ذاتي بهيدا الموضوع. بقول أنا كتير كتير حاسة إنه أنا بتعبير تاني لقيت نفسي، لقيت حالي. لكن كل وحدة فينا ما بتعرف شو هو الشغف تبعها، عادي مع نفسك، اكتشفي نفسك، شوفي شوف الأشياء اللي بتحبيها، شو الهوايات اللي بتحبيها وبتستمتع فيها، وكمان بتقدري تطوري مهاراتك فيها وتقضي وقت ممتع وكأنه تجددي نشاطك فيها. هلأ في عنا تحدي كتير كتير كبير إنه لو أنا بشتغل الشغل وما بحبه أو هو مش الشغف بتاعي، وخاصة في مجتمعاتنا الشرق أوسطية أو العربية بيبقى عنا هيدا التحدي إنه أنا شغلي مش هو الشغف تبعي أو مش هو شغفي في الحياة. طيب هل لازم يكون شغفي هو شغلي؟ الحقيقة بدي أقول نقطتين مهمين جداً. إنه نحن عنا مفهوم خاطئ مرات عن الشغف. الشغف على قد ما هو محفز وعلى قد ما هو دافع وعلى قد ما هو بيساعدني إني حقق نفسي أو حقق ذاتي، كمان مرات لما بيبقى ما في غيره في حياتي بيبقى نوع من الشغف، منسميه بمجال علم النفس منسميه شغف استحواذي، أي يتملك يستحوذ على كل مجالات ومناطق حياتنا. فالشغف الاستحواذي مرات بيبقى مفهومنا عن شغفنا انه لازم تكون حياتنا كلها متعلقه بالاشياء اللي بنحبها بس او بنرغب فيها او بتعطينا طاقه او بنستمتع فيها. لكن لما بيكون الشغف بهيدا المفهوم، شغف يتحول الى شغف استحواذي، هو مضر او ليس صحي وليس سوي. ليه منقول الكلام ده؟ أو ليش عم قول هاي الفكرة؟ لأنه الشغف بيساعدني إني أعمل الأشياء في حياتي باهتمام وتركيز وبحفزها، لكن بنفس الوقت مفروض يحافظ على التوازن بين جوانب حياتي، فيبقى شغف متناغم مع باقي مجالات حياتي وليس شغف استحواذي بيسيطر على كل مجالات حياتي وما بعمل أو ما بهتم بأشياء تانية. فالشغف لما بيتحول من شغف متناغم إلى شغف استحواذي
بيبقى غير صحي لأنه بيفقد حياتنا التوازن. إذن الشغف المتناغم، أنا لو بشتغل شغل مش بحبه كتير بقدر أعمل بريك، استراحة، أوجد لنفسي الطاقة والاهتمام وجدد حماسي أعمل الأشياء اللي أنا فعلاً شغفي فيها بالإجازات خلال اليوم أو بالإجازات الطويلة، لو القراءة أو قراءة الروايات أو الكتابة شغفنا، أو مثلاً الرسم أو مثلاً الأشغال اليدوية، أي أشياء بتعطينا استمتاع بالحياة. أنا بتذكر كتير وحدة صاحبتي وقريبة مني جداً بوقت من أصعب أوقات حياتها كانت بتمر فيها، الشيء الوحيد اللي كان شغفها واللي ساعدها انها تطلع من هيدا الوقت الصعب انها كانت بتشتغل كنفة. انتو بتتخيلوا نحن في هيدا الوقت لسه في حدا بيشتغل كنفة؟ اشتغلت لوحة كنفة جميلة جدا، واكتشفت انه الشغل بهاي اللوحة هو اللي عطاها الاسترخاء وجدد حماسها ونشاطها لتتابع باقي المهمات في الحياة. نقطة مهمة جدا، ما كل شيء جديد هو شغف. نحن مرات كتير مننخدع بهاي النظرة، منفتكر إنه كل ما هو جديد هو شغف، لمجرد إنه كل الناس بتحكي عنه، لمجرد إنه هو صار تريند وموجود كتير على وسائل التواصل الاجتماعي، فليس كل جديد شغف. إذن الشغف المتناغم بيساعدني قوم بشغلي أو أدي عملي أو شغلي على أكمل وجه، حتى لو ما كان شغلي إله علاقة بشغفي. الشغف المتناغم أو تجديد نشاطي وحماسي بيساعدني حط الأمور في مكانها الصحيح. الشغف المتناغم بيعطي لحياتي طعم ولون وبيجدد نشاطي لو ما كان شغلي إله علاقة بالشغف المتناغم. وعلى فكرة ممكن شغفنا يتغير من مرحلة لأخرى في مراحل حياتنا العمرية، فأنا وطفل صغيرك شغفي أو الأشياء اللي بتمتعني مختلفة تماماً عن الأشياء اللي بتمتعني وأنا كبيرة أو عن شغفي وأنا كبيرة. النضوج في الحياة وازدياد خبراتنا في الحياة مرات كتير كمان بتغير نوع شغفنا. اختاري شغفك، اكتشفيه، طوريه واشتغلي عليه وتعلمي وزيدي المهارات اللي فيه، ولا تكوني تلحقي كل ما هو جديد بحجة إنه ترند أو إنه وسائل التواصل الاجتماعي كلها بتحكي عنه. الحقي شغفك لأنه هو الوحيد اللي بيحقق لك الاستمتاع أو المتعة في الحياة، حتى لو كان من الأشياء القديمة الطراز، لكن المهم إنك بتلاقي نفسك وبتحققي نفسك فيها. بكل الأحوال وبكل الطرق حافظي على شغفك لتجددي نشاطك.